ما زلنا ماشيين واحنا بندرس التدين المصري. التدين المصري احنا قعدنا نتكلم على جمال وحلاوة وإبداع التدين المصري وطيبته ورحمته، كل السمات اللي موجودة في التدين المصري اللي بتخلي التدين المصري يجعل الدين حياة جميلة مليئة بالأنوار في حياة المصريين. بس احنا ما كناش ممكن واحنا بندرس التدين المصري ممكن نغمض عينينا عن بعض الحاجات اللي حصلت في حياتنا، ولابد ان احنا نلمح التغير غير الايجابي اللي حصل فينا. في قيم كده في المجتمعات بتبقى كانها قيم اساسيه ممكن تقيس المجتمع ده، مجتمع انساني ومجتمع كفاءه ومجتمع منور ومجتمع جميل ولا لا، بمقدار وجود النسبه دي، وجود القيم دي بنسبه عاليه. من القيم دي احترام الناس لبعضهم، يعني ان الناس تكون بتحترم بعضها. هل انا لاحظت ان احترام الناس لبعضهم في بيئتنا وفي مجتمعنا تراجع؟ الجواب نعم. طب اذا كان الجواب نعم فده معناه ايه؟ معناه ان في تأثر حدث في المجتمع بسببه عوامل كتيرة، بس حصل ان الاحترام ما بين الناس قل. ليه الاحترام ما بين الناس قل؟ محتاجين نشوف آراء أهلنا وناسنا، وده اللي هنشوفه في التقرير اللي جاي. والله موضوع قلة الاحترام ده يرجع للتربية الأسرية وللبيئة، لأن الإنسان يؤثر ويتأثر بالبيئة اللي حواليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الابتسامة دي صدقة والكلمة الطيبة صدقة، لازم نعلمها لأولادنا. كل لو علمنا لأولادنا الحاجات الحلوة دي وعن إذنك وبعد إذنك ومن فضلك، كل ده هيبقى فيه احترام، ومجتمعنا يعني يمتاز بالاحترام. مصر كبيرة جداً وشعبنا طيب وولادنا طيبين. ممكن سوء تربية من الأهل، ما فيش رقابة برضو من الأهل، الأب والأم. الأب ممكن مثلا ملهي في الشغل، الأم كذلك، فبنلاقي الناحية دي قليلة شوية، أن حد فيه رقابة والكلام ده كله. الإعلام والمسلسلات والمسرحيات وكل ما يتعلق بالفن، طبعا الفن ده منظومة أو جزء من منظومة المجتمع، وإذا فسد الفن يعتبر يعني المجتمع كله فسد. شايفين اللي هم كده بتاعتهم ان هم يقفوا على المواسي ويلبسوا بنات وهنا وهنا، وغير كمان التأثير في كده الأفلام والمسلسلات اللي بقوا بيشوفوها وبقت بتتعرض على الشاشة، بيبقى حابب ان هو يطلع ويعمل كده ويبقى عايز يتعمل منه بطل. الجيل اللي طالع ده مش عارف هو دماغه كده ليه، يعني مش زي زمان. احنا كنا زمان نشوف الأب نحترمه ونقف له ونتبقى عايزين نبوس على إيده كل شوية، واخد بالك أنت؟ لكن دلوقتي الشاب اللي طالع ده دلوقتي بصراحة مش زي كده خالص يعني. والأسباب دي أكيد لها يعني حاجات كتيرة قوي. المفروض إن الشاب يسمع كلام باباه ويسمع كلام مامته وتبقى سوي وكويس وياخد من أخلاقيات أبوه وأم والدته. بحط السبب الأولاني بسبب سوشيال ميديا، إعلام سوشيال ميديا نمبر 1. بس يعني بجانب بقى يعني مبقاش في ثقافة. والله أكيد ده راجع لسوء تربية من الأول بالأساس، وراجع مثلا السوشيال ميديا برضو أثرت على الكلام ده، وسائل الإعلام الفاسدة مثلا أثرت طبعا على الكلام ده.